بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس، اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي نختار البطاطس الكويسة او التقاوي الكويسة بتاعتنا؟ خلينا متفقين بس في الاول كده على ان البطاطس طبعا الوارد بتاع التقاوي بيبقى من مصدرين. المصدر الاول ان هي بتجيلنا من اوروبا، ودي على حسب الدولة، يعني ممكن بتيجي في شهر 12 في شهر 1. المهم ان هي احنا بنزرع من 15-12 في مصر بلدي، من 15-12 حتى 15-1 الامور بتبقى معاك كويسة جدا. دي تقاوي اللي هي وارد من اوروبا، يعني كان من فرنسا ولا انجلترا ولا من هولندا ولا ايا كان الدولة اللي وارد منها. تمام، بنزرع البطاطس دي وبنزرع وبنبدأ نحصدها اواخر 4 او بداية 5. بنبدأ نحصدها الناس اللي هي بتبدأ تخزن تقاوي. معروف ان هم بياخدوا الحباية الكبيرة اللي هي اللي فوق 50 بياخدوها وبيبيعوها، اما الباقي بيخزنوه في التلاجات على درجة 4 مئوي، بحيث ان احنا نبدأ نزرعه في شهر اكتوبر. تمام، وفي ناس طبعا زي المنيا مثلا بتزرع بدري شوي. المهم ان اللي احنا عايزين نتكلم النهاردة عن المصدر بقى اللي هو عندنا، التقاوي اللي احنا بنعملها عندنا في مصر او بتبقى في اي دولة عربية يعني بيتعمل منها التقاوي ده. التقاوي دي المفروض هي مخزنة على التلاجة في التلاجة، بنطلعها قبل الزراعة باسبوع او بعشر ايام، وبنبدأ نسيبها في جو مفتوح او شبه مظلل زي ده هون على درجة حرارة ما تزيدش عن 30 يعني او 25 كويس جدا. بتبدأ في التحضير او ان هي بتبدأ تطلع النبتات الصغيرة بتاعتها. تمام، عشان بس ما تاخدش وقت كتير في التربة معانا. بتبدأ تحضر، المفروض انا قبل ما بزرع البطاطس دي المفروض ببدأ اعمل لها عملية فرز تاني. هي المفروض قبل ما بتدخل التلاجة المفروض بتم فرزها على السيور، وبيستبعد منها اللي فيه الندوات واللي فيه الجرب واللي فيه الكسر واللي فيه الحاجات دي كلها المفروض بتستبعد. تمام، القصة دي ممكن ما تتمش بالشكل المطلوب، ولذلك احنا لما نبدأ نزرع تاني المفروض نفرزها في طبعا المحطات الكبيرة، تفرز في المحطات الكبيرة تاني. تمام، اما بالنسبه للمساحات الصغيره طبعا بتبقى زي الوضع اللي انتم شايفينه، بس في الاخر ان احنا بنفرزها تاني وبنبدا نشوف الوضع عامل ايه. بنفرز منها حاجه زي ديت، يبدو ان دي ما استوتش كويس في العام قبل ما تتخزن، فابتدت تبقى بالشكل ده، حتى باين عليها طبعا مريشه اهيت، فدي بنستبعدها تماما. حاجه زي كده برضو بنستبعدها تماما، حاجه زي كده برضو بتستبعد تماما خالص. اللي هي فيها طريه ديت او مشكوك فيها بنشيلها برضو تماما، ما ينفعش. بنبدا ناخد البطاطسيه الممتازه ديت وبنشيل البرع من الطرف ده هو. تمام، دي بطاطسيه ممتازه جدا طبعا بالنسبه للجماعه اللي بصدعوا دماغتنا، بس دول يعني المهندس الصغير بس مش عايزه يتخض قوي من الحاجات ديت، يقول لكم بقسموها لاربع اقسام. تمام، من 28 ل 35 ومن 35 ل 45 ومن 45 ل 55 وفي بعد كده حاجه بسموها اب 55 او فوق ال 55. تمام، المناسب ان هو المفروض فوق ال 50، انا ما بستريح لهاش بصراحه في الزراعه في ايا كان، ولكن المناسب عندي اللي هي دهيت اللي هي من 35 ل 45 ديت ممتازه جدا جدا جدا، وهي ديت اللي ممكن نحط منها 5 في المتر. ممتازه وحاجه يعني كويسه جدا. تمام، دي بس الحبايه تكون مزلطه، بيبدا فيها البرعم زي ما حضراتكم شايفين كده هو، حاجه محترمه جدا. لو شفت كده برضو هتشيل ده اللي البرعم الطرفي دهوت، هتلاقي كله بالمنظر دهوت، فيه 1 2 3 4 عيون كويسين جدا جدا جدا. دي البطاطس بتاعة التقاوي، الافضل ان احنا نزرع دهوت. دي كويسة ما فيهاش مشكل خالص انها تتزرع. تمام، بس طبعا بتاخد كتير، بس الساق بتاعتها بتبقى هزيلة شوية. تمام، تنفع في الاراضي الطينية اكتر من اراضي الرملة، لان الاراضي الطينية اساسا بحكم الخصوبة بتاعتها الوراثية اساسا هي الخصوبة بتاعتها عالية، فالحبات الصغيرة دي بتبقى ممتازة جدا جدا جدا. تمام،
طبعا واحد يقول لي بقطع، والفيديو امبارح حصل عليه تعليق كتير من اخواننا الجزائريين، بما ان الجزائر بتصنف حسب يعني عالميا من البلاد اللي هي بتنتج كميات كبيره من البطاطس، فبيعلقوا كتير التقطيع. لا احنا في ديت ما بنقطعش يا جماعه، ما ينفعش نقطع في دي، يعني في اللي هو الكسر ده ما ينفعش. اللي احنا بنقطع ايه بتاعه اوروبا، والتقطيع ده بيبقى له شغل تاني خالص، هنسرده في فيديو باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى، بنتكلم عليه ونقول ازاي بنقطع البطاطس وطريقه التقطيع بتاعتها. اللي احنا عايزين نوصله ان احنا لما بنفرز البطاطس بنشيل الحاجات الكبيره دهيت عشان اللي تحتها يبدا يطلع، و اللي بنستبعد الحاجات الوحشة دي كلها، اثار الجرب اذا كانت ندوات اذا كانت اعفان اذا كانت المشروخة دهيت، كل الحاجات دي بتتشال. وبنبدأ نجيب برميل زي ده هون، وبنبدأ نحط فيه بنبدأ نحط فيه الفطر بتاعنا علشان برضو نبقى مضمونين بنملاه مية، وبنبدأ نغطس فيه اهو تمام، ونبدأ نغطسه كده وبنحطه على النوالات او الخشب كده هوت، بحيث ان هو يتصفى. بعد كده بنفرده على المفرش وبنبدأ نفرزه الفرز ده هوت، وبعد الفرز ده هون على طول بنبدأ ناخده لان احنا نزرعه. ده البطاطس بتاعتنا، التقاو بتاعتنا اختيارها بكل سهولة وكل يسر، تطلع من التلاجة بتحطها حضرتك اهو، طلعها من التلاجة، التلاجة تكون محترمة ومش كل شوية تفصل عشان ما تعملكش مشاكل. الثابت بتاعها 4 درجة مئوي. رقم 2 ان احنا بتطلعها من التلاجة بتحطها في مكان شبه مظلل زي اللي حضرتك شايفه ده هو، بيكون على درجة حرارة من 25 ل 30، ممتاز جدا. بتبدأ هي تطلع او تحضر البراعم الجديدة بتاعتها تمام. وافضل حاجة يا جماعة المفروض تتعمل فعلا يعني، بس دي صعبة علينا ان احنا نعملها، المفروض بتفصل التلاجة تمام، ودرجة الحرارة بتاعنا تبدأ تنبت، المفروض بتنزل بالتلاجة تاني عند درجة 10، ودرجة 10 ديت بتعمل ليه؟ بتخليلي البرعم اللي هو طالع ده هو الجديد قوي جدا، يعني البرعم الجديد ده بتخليهولي قوي جدا. ليه؟ يعني هو ابتدى يحضر وابتدى يطلع، فلقى برد ابتدى ايه؟ النمو بتاعه بيكون ضعيف، ولذلك بيكون قوي، يعني في النمو ضعيف بس ولكن في الحجم بتاعه بيكون قوي جدا في الحجم بتاعه، وان هو بيتحمل اي حاجه بعد كده، حتى الساق نفسه بيبقى ممتاز. بس طبعا الميزه دي يعني ممكن في الشركات الكبيره، ولكن الصغار المزارعين ما يعرفوش يعملوا الحكايه دي. التنبيت عندك ممتاز اهو، الضرنه المفروض ما تقلش عن 50، تكون مزلطه مندوس عليها كده، ابص الاقيها مهريه او زي ديت كده، دي مش ضرنة خالص دي، والمفروض من الاول كانت تستبعدت. اللي فيها مادة السولانين دي ماليش، ما فيش اي مشكلة خالص فيها، الخضرة دي ماليش ما فيهاش مشكلة، هي مشكلتها في الاكل، ولكن في الزراعة لا عادي خالص. دي طبعا كانت اتكشفت قبل الزراعة، وطبعا بان اللي للشمس فعمل فيها الصبغة اللي انتوا شايفينها ديت، الصبغة السنانية السامة، بس ستات البيوت المفروض ما يعملوهاش، ولكن في الزراعة ما فيهاش أي مشكل طبعا إن هي تتزرع. بتطلع من التلاجة بعيد تاني، بتحطها في درجة 25 ل 30 في تحت ضوء شمس غير مباشر لضوء الشمس، بعد كده بتبدأ تعقمها أو بتحطها في البرميل ده هو، بيكون فيه منقط او ريزوليكس او توبسين اللي عندك اشتغل بيه، مفيش اي مشكل خالص عشان ما تبليش الارض بتاعتك. وممكن العمليه دي تتم، اصل في ناس بتدقق يعني، طب العمليه دي تتم بعد ما فيش مشكله يا سيدي، ممكن تعمل بودره اعمل بودره، بس ده بيلزق اكتر. انا بشيل الكيس وبغطسه كله، بزود التركيز بتاعه كربون دازيم، اللي عندك اشتغل بيه مفيش اي مشكل خالص. اهم شيء انك انت تحطها في الفطري علشان المشاكل اللي تحصل لنا في ربما يكون فيها اي حاجة فطرية، فبنلحقها من الاول وهي لسه ضرنا، بدل ما تعمل لنا وتنقل لنا مشاكل كتير. متواصلين ان شاء الله باذن الله تعالى في زراعة البطاطس، وبنتمنى اي حد يسأل سؤال احنا تحت الامر للناس جميعا. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.